دكتور اسلام. دكتور اسلام، دول كتير كان ليها تعاملات مختلفه مع الكورونا واللوك داون والحبسه، وهنتعامل مع الفيروس ازاي، هنتعايش معاه ولا هنفضل قافلين. بس تحديدا عايز اروح مع حضرتك لتجربه الولايات المتحده الامريكيه، لانها عدت بفترتين. الفتره الاولى كان فيها دونالد ترامب، الفتره الثانيه بايدن، مع اختلاف الفكر السياسي في التعامل مع الازمه. يعني بايدن من الاول هو بيتكلم على التطعيم، دونالد ترامب كان بصراحه ضد التطعيم تماما، وكانت الاصوات في الشعب الامريكي ضد التطعيم. مع بايدن ابتدت الاصوات اللي ضد التطعيم تقل، وتظهر الاصوات اللي مع التطعيم. فممكن حضرتك تنقل لنا التجربه بما انك كنت عايشها هناك. هو امريكا زي ما حضراتكم عارفين فيها تيارين كبار، في التيار الديمقراطي والتيار الجمهوري، والاثنين كده عكس بعض تماما، كل واحد رايح في حته. فهي يعني امريكا هي تقدر تقول انها دولتين في دوله واحده من ناحيه الامزجه السياسيه. دونالد ترامب كان بيتعامل مع الموضوع بقدر كبير من الاستخفاف، و يعني كان ممكن الامور في امريكا يعني النتائج تكون افضل بكثير لو كان تحرك بالقدر الكافي في الوقت الصحيح. يعني لحد مارس 2020 امريكا ما كانش عملت حاجه في 3 شهور، قاعده عمال يقول للناس ما فيش مشكله، الموضوع بسيط. وفي ولايات زي كاليفورنيا عرضته وقفلت. لا، ما هو امريكا عشان فيها حكم فيدرالي، فهي في بعض القرارات تقدر الولايات تاخدها بصرف النظر عن الحكومه الفيدراليه عايزه. مظبوط. فهو كان الموضوع بالنسبه له كانت لعبه انتخابيه. هو كان عايز بصرف النظر هو ضد التطعيم او معاه، هو له اراء ضد التطعيم من زمان. مظبوط. وهو الحاجات دي بتسمع قوي مع التيار المحافظ اللي هو الجانب من الاتجاه السياسي اللي هو بينتخب ترامب، اللي بيأيد الاتجاه ده. ميد ويست اكتر. اللي هو اغلبيه الولايات اللي في منتصف امريكا، الشرق والغرب غالبا كلهم ديمقراطيين. فده طبعا عمل ازمه كبيره، وهو كان رابط الموضوع بالانتخابات. يعني عايز يقول للناس احنا هنطلع التطعيم قبل الانتخابات، وده طبعا كان يعني طموح غير منطقي في ظل الظروف المتاحه. لكن نقدر برضو عشان نكون فير، يعني أكيد، نتعامل مع الموضوع يعني نكون نيوترال، يعني انه هو ضخ كميه فلوس كتيره وعمل اتفاقيات كتيره مع الشركات عشان تطلع اللقاحات دي باسرع وقت ممكن. هو ده كان الناحيه الايجابيه بتاعته، انه افاد الناس. بس هو ما كانش بيعمل كده غير علشان يقدر يفوز في الانتخابات. على العكس تماما اداره بايدن بتتعامل مع الموضوع من ناحيه علميه، لان هو ده الاتجاه بتاعه. يعني في الناحيه الريببليكان غالبا ما بيصدقوش قوي في الحاجات دي وبياخدوا الامور دي بسطحيه، الناحيه الديموكرات او الديمقراطيين بيهتموا جدا بالتفاصيل العلميه وبيستمعوا للمستشارين والمتخصصين وبياخدوا ارائهم بمحمل يعني على درجه عاليه من الجديه. هو ده السياسه اللي بينتهجها الرئيس بايدن في الوقت الحالي. واقدر برضه اقول برضه عشان نديله حقه زي ما ادينا لترامب حقه، انه كان عنده اهداف انه يخلص عدد معين من او يطعم عدد معين من المواطنين في مثلا اول يوم، تفوق على التارجت ده في العدد الناس اللي اتطعمت. لكن مع الوقت اغلبيه الناس اللي كانت يعني عندها رغبه في التطعيم اتطعمت، وبدا المنحنى بتاع الناس اللي بتطعم. يعني امريكا كانت بتطعم حوالي 3-4 مليون في اليوم. تخيل، ده رقم كبير ضخم جدا. بس الرقم ده ما بيجيش بسهوله. يعني الحاجه اللي ساعدتني ان انا اخد التطعيم بسرعه انه التطعيم وصل للصيدليه. الصيدليات منتشره في كل الاماكن، فانت بسهوله تقدر تدخل تقدر تاخد التطعيم وتمشي، ما بياخدش الموضوع اكتر من 3 دقائق. فالموضوع بقى سهل جدا ومنظم وبسيط. فده انجاز للحكومه او للاداره بتاعت الرئيس بايدن. اللي عطل الموضوع هو الجيوب اللي موجوده في او الولايات اللي عندها مشاكل مع التطعيم او عندها اتجاه مناهض للتطعيمات، والاتجاه ده قديم. يعني مش موضوع مع كورونا، يعني في حركه مناهضه للتطعيمات موجوده في امريكا، موجوده في اوروبا، موجوده في كل حته. ده حتى تطعيم ضد شلل الاطفال هم ضده.